ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور. الأعراس الشباب الله يعطيكم العافية. الملف طلع لكم واضح؟ يا حكيم واضح. هي جلسة متنوعة بين أشعة واحد وأشعة اثنين. اليوم كان زملائكم السنة السادسة للدورة التكميلية والشباب اللي رحلت من الحظ. اليوم عملنا امتحان الأشعة والداخلية. أكيد لكم حدا أقارب موجودين. صراحة كان المستوى سيء بالمجمل. عفوا حكيم بس الملف ما اشتغل. يلا مو مبين معكم؟ أنا طالع عملت مشاركة الشاشة. أنا عملت مشاركة الشاشة. شغال حكيم أنا عندي. شغال حكيم. تمام حكيم شغالي بس ضعف النت عند البعض الزملاء. ايه ترى كل ملف انا بعثت لكم يعني ان شاء الله جلسه خفيفه اليوم. دائما بالاشعه مثلا يعني تشريح البطن انا اجلته حبيت اعطيكم اهميته. راح اعطيكم ان شاء الله فيزيائي بلكي يوم الاحد ان شاء الله. نعطيه فيزيائي أفضل صراحة. للمحور البطن أو الشريان المغذي والشريان المساريق العلوي أنا أجد بكل محاضرة وكل درس تحكي عن الشريان المساريق العلوي وأغلبية الطلاب ما حضروا. وأي ألم بطني غير مفسر لازم نعمل طبقة محوري للبطن عشان نشوف الشريان المساريق العلوي ونشوف الودن المساريق العلوي عشان نفي الاحتشاء المساريقي. ومعظم الطلاب ما جاوب هذا الشيء. معلومات نأخذها من المحاضرة قد تكون بديهية ولكن بعدين يعني إحنا نعطيكم مثلا 100% نحصل 10% الخلاصة. مثلا أنا بعطي تشريح البطن كلياته أو تشريح الدماغ عشان بعدين أحصل 10% رغم الشيء هذا ما بنلاقي. فالجلسات العملية عم نعطيها كثير مهمة. وأنا من نفس الملفات هاي درجت مثلا أنا الريحة الصدرية أصدقنا الريحة الصدرية يعني أشوف أي مريض أي شاب فحصناه جبنا له صورة ذات رئة لأن ذات رئة ممرض يعرف ذات رئة مو طالب الطب الممرض لازم يعرف هي ذات رئة أو الريحة الصدرية كمان الممرض لازم يعرفها. أو النزف فوق الجافية طلاب كثيرة رسول الله استمناهم النزف فوق الجافية ما أعرفهم تصور النزف فوق الجافية ما أعرفهم. مبدئيا بلش بالصورة الأولى. أول نقطة في قراءة الصورة الشوائية لازم نعرف نوعية الصورة. مجرد ما أنت عرفت نوع الصورة أخذت في العلامة. أنا مثلا فرجي صورة طبقي بيقول لي رنين فرجي صورة مامو فيقول لي ما عرفانها يعني. فمعرفة نوع الصورة أول شغلة حد نوع الصورة الشوائية. شوية صورة شوائية بسيطة شايفين هنا لاحظين هاي الصورة. طبعا هاي الصورة ما واضحة زيادة. شايفين في عندنا فرط وضاحة واضح. شايفين الورقة الحشوية بين عليكم هاي الورقة الحشوية في عندنا غياب الارتسامات الوعية طلع بين الرئة الثانية في الخطوط البيضاء هاي ارتسامات وعية بين هنا غياب الارتسامات الوعية
يعني نسأل الطالب شو التشخيص؟ رياح صدرية. طيب أعطينا علامات: فرط وضاحة، رؤية برقة الحشوية، انخماص رئوي منفعل، وعلامة التلم العميق بصورة الضجاع البطني. إذن التشخيص ريح صدرية. الصورة الثانية واضحة، صورة طبق محوري. الصورة الثانية صورة طبق محوري، دائما نقول طبق محوري للصدر أو للدماغ، نحدد شو نوع النافذة. هل النافذة برانشيمية؟ تمام، بين معنا برانشيم الرئوي. النافذة شو هي؟ نافذة برانشيمية. لما النافذة المنصفية بنحرق البرانشيم الرئوي بين البرانشيم الرئوي باللون الأسود، بيطلع معنا البرانشيم المنصف والأوعية والجنب والفقرات. أما هنا اسمها نافذة برانشيمية، بين معنا البرانشيم الرئوي. بنحدد شو النافذة، هي نافذة برانشيمية. دائما تشكل كيسي في منتصف الساحة الرئوية اليمنى، في شيء اسمه دائما الكيسات المائية، علامة الجدار المضاعف. الغشاء المنتج للكيس المائية يشكل الجدار الداخلي، وارتكاس وتليف النسيج المتجاور اللي يحمي حاله شكل مثل نسيج ليفي، هذا الجدار الثاني، وذلك تسمى إنها جدار مضاعف. أحيانا تختلط معنا الكيس المائية وتشكل لنا ما يسمى علامة الستار، الخمس الورقة المنتشة. طبعا الكيس المائية أربع أنماط، عشان نشوفها بالطبقة أو بالإيكو أو بالكبدة خاصة. النوع الأول الكيسة المائية رائقة ولها جدار خارجي وجدار داخلي، اللي هو جدار المنتج أو الغشاء المنتج. النوع الثاني يكون في كيسات بنات، النمط الثالث كيسات بنات تملأ الكيسة المائية، عبارة عن كيسات بنات مدورة جوات الكيسة المائية. النمط الرابع تكون الكيسة المائية كثيفة، نمط الرابع يسوونها كثيفة ومليئة بالأغشية وتختلط الكتلة المائية، ولكن عبارة عن غشاء المنتج نفسه يتكاثر، يعطينا منظر مثل طيات الثياب جوات الكيسة المائية. فهذا النمط الرابع. طبعاً عمل هذا التصنيف هذا هو يعني أبو الشعين عرب، دكتور تونسي الدكتور عمر. فإذا التشخيص كيسة مائية، تشخيص تفريقي دائما أن الكيسات البرونكوجينيك، الكيسات الجينية والخلقية عند الأطفال كثير نشوفها الطفل الأول من أولد أو السنوات الأولى بنشوف عنده كيسة بالمركزية أكثر اسمها برونكوجينيك. طبعا هون الكيسة الصفراوية والكيسة المساريقية هاي نشوفها بالبطن، وانا ما لنا علاقة فيها، بس الشباب ذاكرينها بياقش شرح. نفس المريض عملي له صورة الطبقي، ولكن المقطع شو هو؟ المقطع الترانسفير، المقطع معترض، شايفين على الستار الغشاء المنتج جوات الكيسة المائية، هذا هو، هذا هو من خمسة غشاء المنتج، والدخول الهواء إلى داخل الكيسة المائية، فيسمى علامة الستار. الكيسة المائية مختلطة، صورة شعاعية بسيطة خلفية أمامية، شايفين في عندنا ضخامة بالسرة، في عندنا ضخامة بالسرة اليمنى. أول ما نفكر بالضخامة السرية وحادية الجانب، نفكر بإيش؟ نفكر بالورم القصبي، صح؟ أما ضخامة ثنائية الجانب طبعا نفكر بالساركويد. والساركويد مثل ما أخذته بأشعة واحد له أربع مراحل،
المرحلة الأولى هي ضخامة، المرحلة الأولى هي طبيعية، المرحلة الثانية ضخامة وقع ثنائية الجانب، المرحلة الثالثة كثافة برانشيمية خلالية تشبه ذات الرئة السلية، ولكن السركيد هو آفة حبيبية غير متجبنة بعكس السلية اللي هو آفة حبيبية ومتجبنة. النمط الرابع، المرحلة الرابعة يصير أنها فايبروسيس تليف رئوي. إذن هنا ضخامة سرة دائما مشبوه بعين، لازم نعمل شو؟ نعمل طبقي محوري. في نفس المنظر كمان تشكل كيسي، أول نعمل أول شيء صورة شعاعية بسيطة للصدر. في عندنا إذن صورة شعاعية بسيطة للصدر، تشكل كيسي في منتصف قاعة الرئة اليسرى، يبدي سوية سائلة غازية، يعبر عن كيسة مائية مختلطة، أو حب التشخيص الدقيق ممكن يكون أصابع بجانب. نشوف الطبق إذا في طبق يمين معنا، أحيانا بعد استئصال الكيسة المائية تعرفون ما في الطاقة لا تفنى أو تستحدث من العدم، فلما نشيل الكيسة إذا مكانه فراغ، والفراغ بيعمل معانا سوية أو تجمع سائلي، يعطينا نفس المنظر صراحة. شايفين في عندنا انغلاق من جيب الضلع الحاجزي الأيسر، انغلاق دائما لما تشوف تشكل بالرئة تقول لكيسة، تقول لخراج، تقول لتقيح جنب، كلها احتمالات واردة. احنا بدنا نعمل طبقي مشان نحدد أكثر. إذن تشكل كيسي مختلط الكثافة الشعاعية موجود بمنتصف وقاعة الرئة اليسرى، يبدي سوية سائلة غازية ضمنه. تشخيص الأول كيسة مائية مختلطة، يكون خراج أو تقيح جنب أو انصباب جنب مختلط مائي هوائي سائلي. وأنا صراحة صورة شعاعية للصدر والبطن عن الطفل الحديث الولادة. طبعا في عندنا تراكم ظلال، فعندنا ظل بيضاوي مليء بالغاز في منتصف وقاعة الرئتين. صراحة بدنا نفكر أول شيء بالفتق الحجابي، وشايفين في عندنا كثافات ثنائية الجانب ذكرنا بالشدة التنفسية عند الوليد RDS. ذكرنا بالمحاضرة الماضية أسباب RDS. اليوم الشباب اللي سألناهم قليل منهم جواب قليل جدا، وحكينا الشدة التنفسية عند الوليد. فكر أول شيء بداية الأغشية الهيالينية، فكر ثاني شيء ذات الرئة الرطبة أو الرئة المبللة، والمرحلة الثالثة نفكر باستنشاق العقي. صورة واحد ذكر استنشاق العقي، أنه وليد عنده زلة تنفسية، لازم نفكر دائرة شهرانية. أنا بس طلبتهم عدلوا لي عناوين، بس عناوين ما عدل صور. في عندنا صورة بسيطة للصدر عن الطفل، في عندنا الواضح أنتم تشوفون تكثف في الرئة اليمنى، وتشوفون أن الرئة اليسرى هي الطبيعية، ولكن هي بالحقيقة لازم نعمل طبقي. ولكن هنا في عندنا فرط انتفاخ فصي خلقي في الرئة اليسرى مع علامات انفتاق في مستوى الخط الناصف، يعني الفص المنتفخ دافش على الطرف الثاني وعامل ضغط أو كمبرجن على الرئة اليمنى. فعكس ما نتصرف، عكس ما نتوقع،
الرئة اليمنى هي السليمة والرئة اليسرى فيها انتفاخ فصل خلقي. طبعا ندخل بالتشخيص التفريقي، أسر تصنع الرئة اليمنى ذكرنا وصنع تعطينا نفس المنظر إن شاء الله تعالى. حكيم يعطيك العافية، بس الصورة واقفة عند صورة الورم القصبي هون. كان واقف الملف عند، كان واقف الملف الصورة عند صورة الورم القصبي، ما كان عم يتحرك. هاي الصورة واضحة لصورة الطفل؟ اي واضحة. الصورة رقم 7. الصورة رقم 7. هاي واضحة، بس الصور اللي قبلها ما بينت معنا. الصورة هاي قبلها هاي من بعد صورة الصدر البسيطة للورم. يلا الصورة رقم 6 راح نعيدها. تمام واضحة معاكم الصورة رقم 6؟ الصورة رقم 6 طالعة معكم؟ حكيم بس لو تصغر شاشة شوي لأنه ما مبين معنا الرقم الصورة، بس لو تصغر شاشة بيبين معنا. هلا مبين معنا جزء من الكلام والصورة، ما مبين هاي الرقم. اي تمام هيك صور. تمام 5 و6 ظاهرات معنا هلا. تمام شباب الصورة رقم 6. بس حبيت بكرة ان شاء الله اطباء بقسم الاطفال او بقسم التوليد او بقسم الاشعة او باي قسم او بالمجتمع، هل أنتم تزورون أي مشفى أو تشترون بأي مشفى، تلاقون قسم الحواضن معبي. أي طفل ممكن تصير معه أو وليد زلة تنفسية، وندخل بخداجة أو بحضانة. فاللي بدي منكم بس ركز على النقطة هاي، الشدة التنفسية عند الوليد. أول شيء التشخيص المبكر، إجراء صورة بسيطة، تطبيق السرفكتانت بشكل مبكر يساعد بشفاء المريض، ونعدد الأسباب. أقل شيء نحفظها معلش، لما نكون حافظين لما تكون طالب سنة سادسة أو طبيب ما بدي منك تحفظ لي كل التفاصيل. أنا بدي أقول لك خلاص الشدة التنفسية عند الوليد عبدالعزيز شو أسبابها. أول شيء متوكل بشو أو كثافة ثنائية الجانب حبيبية المنبر متناظرة، تفكر بإداء الأغشية الهيالينية. فلازم نفكر أول شيء بداية الأغشية. إحنا ليش بدنا نتعلم طريقة التفكير يا شباب؟ بدنا نتعلم طريقة التفكير. أنت طبيب شفت صورة خلاص تمام، شدة تنفسية عند الوليد. إيه بعدين حضرت الطبيب شو أول فكر؟ نفكر داية الأغشية هيالينية. طيب داية الأغشية هيالينية كيف بدي يكون؟ كثافات حبيبية ثنائية الجانب تعطي أنا القصبة الهوائية الملونة، تشفي أبدا منظر فرط الحمل الوعاء القلبي أو ذات الرئة، تشمل أبدا تماما. السبب الثاني شو هو؟ الرئة الرطبة أو انقطاع التنفس العابر أو الزلة التنفسية العابرة أو ذات الرئة المبللة أو ذات الرئة الرطبة، وهي نشوفه عن مرضى الأطفال مولدين بقصرية لأنه ما بيصير عصر للطفل بشكل جيد، وذلك أفضل قسم من السوائل الموجودة وهي محددة ذاتها خلال 48-72 ساعة. النمط الثالث اللي نشوفه هو إيش؟ استشاق العقي. الحمل الوليد أو تألم الجنين أثناء الحياة الجنينية بيصير فيه استنشاق العقي، لأن السائل من يوسس لما يصير عكر السائل من يشوفه رئة الجيب الجنين يتنفس، فلما يكون هذا السائل العكر نتيجة تألم الجنين يصير إفراغ للمفرزات أو المخاطية الأمعاء ضمن السائل فيتشنع، وذلك يعطينا كثافات غير متناظرة غير متجانسة، نشاهد فيها الرياح الصدرية الشعشية باستنشاق العقي، وقد تستمر لسنوات عدم التجانس بالرئتين. السبب الرابع هو ذات الرئة عند الولدان. ذات الرئة تكثف برانشيمي وحاد الجانب توزع قطعي، يبدي علامة التهوي القصبي الأير برونكوغرام يا شباب، الأير برونكوغرام
يعني اليوم جزء فحص 28 طالب، ولا واحد ولا واحد ذكر لي للأسف الشديد، رغم أنا بالنظر حكيت وبالعمل حكيت، وأكثر علامة شعاعية حكيت عليها وهي علامة التهوي القصبي أو ما يسمى القصبة الهوائية الملونة أو أي برونكوغرام، سألتهم كلياتهم يا جماعة شو هي علامة الفلتونيا بالإنجليزي أي برونكوغرام، شو هي العلامة؟ هي وجود امتلاء الأسناخ في النتحة الالتهابية ووجود الهواء داخل القصبة يعطي علامة الانفسام القصبي. علامة الانفسام القصبي اسمها أي برونكوغرام. بعدين الصورة رقم 7، في عندنا فرط وضاحة بالرئة اليسرى يمتد عبر الخط الناصف، يمتد عبر الخط الناصف نحو الأيمن أول شيء نفكر فيها أي طفل يا جماعة، هيا إذا أنت شخصت لي فرط انتفاخ فصي خلقي لأنه شغلة نادرة ودرستوها بالجنين وحكينا يصير فيه عيب في ظروف الرغامة، يصير فيه مثل الجسم الأجنبي صمام وحيد الاتجاه، يفوت الهواء الفص فيعمل الفص مثل البولة مثل البقاعة وينتفخ الفص ويصير فص غير وظيفي ويضغط على البرانشيوم الرئوي السليم، ولذلك يأخذ حيز يسبب نزلة تنفسية عابرة تروح وترجع خلال الحياة المرحلة الأولى من الحياة، وذلك العلاج هو استئصال الفص المنتفخ الغير وظيفي، الفص المنتفخ الغير وظيفي ونريح الرئة اليمنى. الطبقي أنا ذاكركم بإشعة واحد وأذكركم إن شاء الله المحاضرات الجاية دورتوا بالطبق المحوري شلون فرط انتفاخ الفص الخلقي. هنا يا جماعة حكينا لما نقرأ صورة الصدر أول شغلة نقرأ مثل ما حكينا حكينا عن 11 عضو أو علامة أو شيء ممكن ندرسه، ندرس الأيروي، ندرس الكاردي حواف القلب، بندرس البرانشيم الرئوي، بندرس الجيب الضل الحاجزي، بندرس قبتي الحجاب الحاجز، بندرس الأضلاع والترقوة، بندرس السرتين الرئويتين، بندرس الصفيحة جانب الرغامة، وندرس ما تحت القبتين الحجاب الحاجز. شايفين هنا تحت قبتين الحجاب الحاجز نشوف فيه هلال غازي، هلال غازي تحت قبة الحجاب الحاجز الأيمن، دائما لما نقل صورة الصدر ما ننسى نطلع تحت الحجاب الحاجز، تحت الحجاب الحاجز شايفين في عندنا هلال غازي، هذا ما يذكره تماما مريض طبعا، شايفين في عندنا كثافات جراند جلاس اوف سي تي جي جي او. السنة الماضية عشنا حالة من الرعب مثل حالة الزلزال اللي عشناها هذه الأيام، الكوفيد في كثافات جراند جلاس منتشرة، فهذا مريض ختيار إجانا على العيادة فصعناه صور الصدر، طبعا كوفيد عادي، ولكن الشيء الغريب دائما الطب فيه مفاجآت أنه كان عندنا هلال غازي فعنده انتقاب حشا جوف. صراحة انتقاب حشا جوف عند الجراحين دائما نفكر بانتقاب المعدة أكيد من الأخذ مسكنات أو شدة تنفسية، فلما فتح الجراح عنده لقى عنده ورم كولوني متنخر ومثقوب. حكينا اليوم أو من قبل لازم ندرس تناظر الصورة الشعاعية، لازم يكون الناتج الشوكي بنفس المسافة عن المفصل القصي الترقوي بالطرفين، وحكينا عن فن الأشعة لازم يكون آخذ صورة بظروف جيدة. كيف نميز؟ نشوف الفقرات الظهرية الأربعة والخمسة خلف الرغامة لازم تبين معنا بشكل واضح، بينما الفقرات خلف القلب تبين معنا أشباح. اليوم سأل زملائكم إنه كيف الصورة هي تقنيا، كيف تعرف إنه مريض أو كيف تميز إن بين يمنى ويسرى،
فنسوا الشباب ظل الكبد ونسوا ظل القلب ونسوا جيب الهواء المعدي. كثير منهم من جيب الهواء المعدي نشوفه باليسار اعتبروا هلال غازي. الأقواس القلبية القوس باليسار أربع أقواس، عندنا ظل القوس الأبهر باليسار بالأعلى، بعدين جذع الرئوي، بعدين الأذين اليسرى، بعدين البطين الأيسر، وبالأيمن في عندنا ثلاث أقواس، الأذين اليمنى والأجوف العلوي والأجوف السفلي. نسمع دائما يقول لك في عندها مي زيادة في البطن، دائما الاستسقاء الأمنيوسي أو الاستسقاء الأمنيوسي له أسباب، ولكن أكثر الأسباب شيوعا هو إيش؟ يكون في عندنا رتق بالسبيل الهضمي العلوي سواء على مستوى العفج أو المريء. أي السيدة رجعتنا لقصة استسقاء أمنيوسي، سمعين بعلامة الفقاعة المزدوجة، هي نفسها تجاوز نسميه فقاعة، ولكن احنا بالحياة الجنينية اسم علامة الكيس المزدوجة. يكون في عندنا رتق عفج في المعدة متوسعة، والقسم العلوي من العفج متوسع، ما يسمى علامة الكيس أو الفقاعة المزدوجة تجاوز. أنا فورا خبرت طبيب جراح الأطفال، قلت له هي السيدة عامل شهر تاسع وعندها علامات صدوية لرتق عفج، وبالفعل بعد الولادة فورا سوى العملية، هو طفلة حاليا أنا بعرف أبوها وهو ممتازة. بنت أختك أو بنت أخوك أو بنت خالتك عمرها 25 يوم، عندها أقياء بشكل نافوري، بشكل نافوري، أسباب كثيرة منها الفتق الإعجابي، منها الحماض الأنبوبي أو أي آفة استقلابية، وفي القطيعات الدورية، ولكن دائما وأبدا لازم نفكر، دائما وأبدا لازم نفكر بتضيق ضخامة البواب الولادي وتضيق البواب الضخامي. أول استقصاء نطلبه دائما هو الإيكو، دائما نبلش الاستقصاءات الأسهل ونكمل الاستقصاءات الأعقد والأغلى. مبدئيا حساسية الإيكو بأيد خبيرة عالية جدا، نشوف في تضيق وتطاول العضلة البوابية أكثر من 14 ملم، وسماكة العضلة أكثر من 4 ملم، شايفين هنا كلمة الطاولة والمنظر في نقطة ضخامة البواب الولادي، هذه الضخامة لا يعني ما بتفتح بطنة مسكرة، تعدل شيء بسيط من إفرازات المعدة باتجاه العفج. أحيانا لما تتقلص إذا أخذنا صورة أثناء التقلص عند الطفل طبيعي يعطينا منظر قريب، ولكن التطاول أقل من 14 والسماكة سماكة العضلة الواحدة مو باثنين بناس هناك 7 ملم، أقل من 3 ملم أو أقل من 4 ملم. فدائما الراقب، وأحيانا أخذنا بعد الرضاعة وأحيانا أثناء الرضاعة عضلة البواب المتضيق ما بتفتح، ظل متضيق هيك الظل تعطي نفس المنظر ما بتغير، بينما بالطبيعي في حالات تشبه أثناء التقلص تعطي نفس المنظر، ولكن تراقبها شوية بتشوف تلاقيها فتحت وعدد مفرزات، فهذه ما هي ضخامة. كثير من الأطباء يشخصون غلط إنه هي ضخامة بواب ولادي، إنه ما استنوا راقبوها شوي. الإيكو يملك حساسية عالية وهو الجولدن ستاندر، الجولدن عيار الذهبي، تضيق البواب الضخامة. دائما
صورة البطن بسيطة بأي شكل من زيادة معها نطلبها. الحين الطفل عنده سويات سائلة غازية، بدنا نتوسع بالعرى المعوية. صراحة الطفل عنده رتق بالأمعاء الدقيقة، أو هون إحنا نتذكر كان معه رتق بالصائم، ولكن إحنا ما بهمنا أحيانا التفاصيل بتضيعنا. إحنا في عندنا سويات سائلة غازية، غياب الغازات بالقسم السفلي من البطن، فإحنا أمام السداد معوي small bowel obstruction أو large bowel obstruction. السويات large bowel obstruction تكون محيطية، يكون ارتفاع أكثر من العرض. السويات small bowel obstruction تكون بالعادة مركزية، ويكون العرض أكبر من الارتفاع. شايفين في عندنا كمان انسداد معوي توسع بالكولون، انسداد معوي توسع بالكولون يعطينا منظر علامة يو مقلوبة، دائما الانفتال السيني يعطينا علامة يو مقلوبة أو علامة حبة البن. أي انسداد أو تغير أو تضيق أو تغير بعد التغوط عند الختائرة علامة انذارية هامة يجب أن تدرس، وما لازم نعطي أي حب الدواء للمريض، لأنه أهم سبب يا جماعة مشاكل الانسداد عند كبار السن هو أورام الكولون. دائما ما بصير نعطي دواء، لازم ندرس أي تغير بعادات التغوط أو انسداد أو انتفاخ البطن عند المسنين، لأنه شيء يستحق أنك تشخص ورم، لأن الورم إذا شخصته مرحلة باكرة بس عملية بسيطة بدون أي مشاكل حتى بدون أي علاج كيماوي يشفي المريض تماما ويتابع حياته طبيعية. بينما تأخر التشخيص بيعطينا نقائل للكبد وندخل في سلسلة من الإجراءات، ويكون يعني صراحة الإنذار سيء. فدائما تغيير عادات التغوط خاصة عند الكبار بالسن أهم سبب إيش هو الأورام أهم، وذلك يجب أن تدرس. الفتال السيني مساريقة عند الكورون السين تكون طويلة، وذلك يصير الفتال وحين يكون الفتال على أرضية الكتلة، وحين يكون فتال على أرضية الكتلة. التشخيص يكون بالصورة البسيطة أو بالطبقة المحورية، أو ممكن نعمل صورة ظليلة للكولون، نحكم على الظليلة بالمستقيم نشوف انسداد واضح تضم الحواف، لأنه له منظر مقار، لأنه يكون كولون فاتل مفتوح. وعند أطباء الهضمية يجوز أخذتها بالهضمية بالتنظير، إذا عملوا مناورة يعالجوا الفتال السيني بالتنظير. التشخيص وعلاج مثل لما إحنا نعالج غلاف الأمعاء بالسيروم الفيزيولوجي أو بالمادة الضليلة. زماناته أحد زميلاتنا عملت طروحة الماجستير عن تشخيص ذات الرئة بالإيكو. لازم نذكركم الشيء هذا، إنه يمكن تشخيص ذات الرئة بالإيكو، وأنا مشخص حالات كثيرة بالإيكو. إذا كانت تكثف الرئوي، إيش هي ذات الرئة يا جماعة؟ هي عبارة عن تواجد أو تراكم سائل التهابي نتحي وين موجود قلنا برانشيمي ضمن الأسناخ. تواجد السائل ضمن الأسناخ
يعطي منظر الرئة مثل منظر الكبد، تسمى علامة التكبد. أنا يعني طفل عنده ألم بطني، فلاحظت دائما أنا لما أشوف الإيكو البطن سليم وأشوف الطفل عنده نهثة ونهثة، وآخر حالة جتني البارحة، حالة فجأة صورة بسيطة البارحة جاني، كمان أبوه جاي زايدة زايدة إسعاف وما وقف لا على الدور ولا شيء، فوت فوت، لاحظت أن الطفل إيكو سليم ما عنده نهثة زايدة، فقلت له يا أخي ابنك عنده نهثة، عنده زلة تنفسية، أخذنا من أرسل الصدر فأطلع مضى هذا فرجكم بعد شوي، فطلع عنده ذات رئة. أو أنا أحيانا بطلع، بس أحيانا ما يكون عندك رواق أو عندك وقت أدرس الرئة كاملة بالرب ليكم، فشوف عندنا منظر اليسار هو ذات رئة واليمين هو الكبد، شايفين نفس المنظر، بينما الأشرطة عالية، الأشرطة عالية الصدى في اليسار هي عبارة عن قصبات، هي علامة القصبة أن الهواء موجود ضمن التكثف الرئوي. شايفين صورة الطبق المحوري؟ موجود تشكل كيس بالفصل الجداري الأيمن، تشكل كيس بالفصل الجداري الأيمن، واضح كيس مائية. يمسى أن زملائكم عن رأس النواة المذنبة يا جماعة، رأس النواة المذنبة بعد هو جنب البطين، القرن الأمامي أو القرن الجبهي، هذا هو رأس النواة المذنبة. في طالب واحد جاوب بس، النواة العدسية جنبه، المهاد تحت. هاي صورة صدر، بدي أفرجكم شغلة، إذا لاحظتوا في كثافة بيضاء في قمة الرئة اليمنى، شبابها الصوت موجود ولا نايمين؟ يا دكتور موجودة. تمام. في كثافة إذا شفتوها مثل الفاصلة بقمة الرئة اليمنى، شايفين هنا؟ هذا الوريد مصطفى. إيه شفتوه؟ إيه مبين مبين. هذا شق الوريد الفرد نسميه. وريد الفرد بالعادة الطبيعية، وكيف تشرح صدر فرجكم وين موجود الوريد الفرد ونصف الفرد وشو وظيفته؟ ينزح وين بالعادة يصب بالأجوف السفلي، ولكن خلال تنوع التشريحي جنيني يعمل شق ليصب وين؟ الوريد تحت الترقوة الأيمن، يصير ضمن البرانشيما الرئوي، يصير شق يعمل مثل طية من الجنب ويفصل قسم قمي من الرئة اليمنى بما يسمى فص الوريد الفرد أو شق الوريد الفرد. هاي تنوع تشريحي طبيعي للوريد الفرد اللي ما بيصب بالوريد الأجوفي السفلي. ما منشك بيتكهف سلي حكيم هون يعني مثلا من فوق ثانوي؟ لا يعني في تشخيص تشخيص تفريق إلى تكهف سلي؟ لا، التكهف بيجينا على أرضية كثافة صراحة، يعني حرفة أول شيء هنا صورة صدى طبيعية، المريض بالصدفة نكتشفه يكون جاي مصور إما بالتهاب قصبات عادي أو عنده تحضير لعمل جراحي. تقل الوريد الفرد ما له أي أهمية سريرية، عبارة عن تنوع تشريحي طبيعي، ولكن لازم نعرف أنه هاي تنوع تشريحي ونشوفه ونميزه. والطبقة له صور كمان يظهر بها المكان هذا بشكل واو مقلوبة، تكهف الرئة يكون عبارة عن ذات رئة خلالية يتخرب برانشيم جواته، في صور لكم لهم. يبين هنا كمان اليوم زملائكم سألناهم صراحة بالنسبة الأغلبية جاوبوا بالنسبة للمريء علامات توسع المريء، تضيق أسفل المريء بشكل منقار، علامات الأكلازيا
دائما أنا لما أسألك تقول يا صورة تعرف نوع الصورة، أقول لك التشخيص مثلا. إذا قبتني من الأكلازيا أعطيني ثلاث علامات شعاعية للأكلازيا: توسع المري، وجود سوية سائلة غازية ضمن المري، انحراف المري نحو الأيمن، وغياب الحركات الحوية، وتضيق أسفل المري. هذا هو الأكلازيا. هلا هنا صراحة على مثل هذا التكثف أو تبينون كثافات خلالية. دائما لما درسناكم أشعة واحد حاول نبسط الأمور أو نفرز الأمور مشان نحصر تفكيرنا. اليوم الشباب يعني صراحة تقول له ذات رئة يقول لك خلالية، لك يا شو خلالية؟ أنا صار لي سنة وسنتين بحكي شو هي الكثافة الخلالية، هي الكثافة البرانشيمية. إحنا بنتعلم طريقة التفكير. كثافة خلالية في الخلال الرئوي، كثافة برانشيمية حواس بالحواسلات بالأسناخ. اليوم كذا طالب يعني للأسف يعتمد الطلاب اللي جاوبوا شخص مضبوط ذات رئة. طيب ذات رئة تناظر شو ذات الرئة؟ تناظر حواسلي. يقولك تناظر خلالي. بتناقش ما فهمنا تناظر خلالي ولا حواسلي. ودرسناكم بالمحاضرة صفات الكثافة الخلالية. صفات الكثافة الحواسلية، كثافة خلالية تكون بالخلال الرئوي من نوع ما متناظرة مشاهدة وقيدات قطعية التطور، بينما الخلالية الخلالية بطيئة التطور، البرانشيمية سريعة التطور، توزع قطعة في الفص واحد البرانشيمية، بينما الخلالية تصيب أكثر من فص. شايفين في هون عندنا في كثافة خلالية بقمة الرئة اليسرى وبقاعدة منتصف الرئة اليمنى، بين التكلس الجنبي في عندنا شد للسرة الرئوية اليسرى للأعلى وشد السرة الرئوية اليمنى للأسفل. هاي كثافة خلالية تعمل استراكشن أو جذب للمنصف، غالبا تكون على أرضية تي بي. في عندنا تكلس بالجنب، لأن تكلس بالجنب شايفين بأن سلية غالبا سابقة. تشخيص تفريقي الساقيد، إذا رجع على الساقيد المرحلة الثالثة بنشوف نفس الكتابة قبل التليف الرياضي. هاي اليوم كل الطلاب فحصناهم بها السورة أو الصورة شبيهة، يعني ما بنخاف خلاص، بين الصورة شوية بسيطة الصدر. وكثير منهم يقول لي ارتشاحات، أنا يقول لي ارتشاحات بالنسبة لي هي معلومة كفرية. أنا ولا مرة قلت ارتشاحات بوصف صورة شوعية. ما بصير بنقول ارتشاحات، لما تقول أنت ارتشاحات أنت حكمت على أنه هاي الكثافة هي وسائلية، صح؟ ارتشاح من السائل، ولكن هون في كثافة برانشيمية في قمة الرئة اليمنى تبدي علامة التهوي القصبي، إلا توزع قطع يأخذ فص واحد، حواف غير محددة إلا إذا جاورت شق رئوي، بعدنا نموني ذات أيام ذات رئة تناظر حواسلي. أعطيني ثلاث علامات شعاعية للتناظر الحواسلي: الأير برونكوغرام، التوزع القطعي، التطور السريع، حوافها مبهمة، تكون حوافها واضحة إذا جاورت شق رئوي، وتكون بجهة واحدة غير متناظرة إلا بحالتين مشوهنا، حالات ذات رئة فيروسية وحالات النفس الرئوي، يعطينا منظر جناحي خفاش. اليوم كمان لفت انتباهي خط زملائكم يقول خط دام موازينك، يا أخي خط دام موازين شوف الصبح بريا من ذات رئة وشوف خط دام موازين كيف هاي؟ هذا هو خط دام موازين، نشوف علامات من سباب الجنب، كثافة متجانسة، قاعدة الرئة اليمنى، خط دام موازي خط مقعر للانصباب
اتجه نحو الأعلى والأنسي من سبب غازية طبعا، في محو لحواف القلب اليمنى، في محو لحواف القلب اليمنى، الصورة 20 راح ننهي الجلسة بالصورة 20. بين كثافة برانشيمية في قاعة الرئة اليمنى تمحو حدود القلب. كما نحن حكينا بتوصيف آفة رئوية لازم نحدد أنه بقمة الرئة أو منتصف الرئة أو في قاعة الرئة. وين في قاعة الرئة؟ فآفات المنجف آفة في قاعة الرئة تمحو حدود القلب، فهي لأن الفص المتوسط والفص المجاور للقلب، حرف القلب هو الفص المتوسط، تقابله بالأيسر فص اللسينة اللي هو كان مجاور للقلب كمان يمحو حدود القلب. والكثافة البرانشيمية كمان ذات رئة قاعدة الرئة اليمنى حسب الفص المتوسط. يمكن كمان في تليم انغلاق من جيب ضلع الحديث الأيمن، ممكن تسترعف ذات الرئة بذات رئة والجنب، أو ممكن تختلط ذات الرئة بالصبع الجنب. نوقف حد الصورة 20، كمل بعدين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، الله يعطيك العافية دكتور. الله يعطيكم العافية شباب، شكرا لكم. في حد عنده أي سؤال؟ الله يعافيك دكتور. ما بعد إذنك إذا في مجال مثلا تشترك معنا مجموعة تليجرام، بس من وقتك تغادر نهاية الفصل إن شاء الله. إذا صار مثلا ممكن نبعث صورة واحدة يوميا، أو ممكن صورة مثلا يوم يوم لا، أو أي حدا من الزملاء أصلا عنده صورة ممكن يبعثها، فأنت تشرح لنا ونحن نستفيد بعد أمرك طبعا. هيك عملت والله معنا دكتورة جلدية كتير واستفدنا. دكتورة العابر، دكتورة رما، إيه رما عبار، عبار عفوين. يا والله إن شاء الله، بس إن شاء الله تعالى. بس المشكلة أنا زلم يعني كسور وسائل التواصل الاجتماعي، يعني دائما حتى زملائي لما معنا وقت وخاصة التليجرام والماسنجر حطوني، بس إذا تأخرت بالرد أو ما جاوبت لا تأخذوني يعني. لا دكتور ولا يهمك، إيه ما في مشكلة، حتى هي كانت عفضاتها ترد تاني يوم ما في مشكلة يعني، عادي جدا. بس لتك الفكرة أنه نستفيد وتكونك عملنا مجال أو شبت صورة مميزة بعثلكم عليها، فأنتوا شوية شبه إن إحنا دائما نحاول نصنع أو نعلم طبيب أو ننتج طبيب. إنما الطبيب طريقة التفكير، أديك كيف تفكر. يعني تصور اليوم شباب كيف بدي أنجح أنا؟ قال بديهي، قل له خلص يا أخي، أنت طفل عمر 5 سنوات جت إنتانات بولية متكررة، شو أول سؤال تسأل الطفلة؟ وشو أول استقصاء شعاعي تطلبه؟ يعني نادرا ان يقل لي متانة بالطريق الراجع، نادرا يجوز واحد او اثنين رجحتهم. نحاول نتعلم البديهيات، والجلسات العمليه كثير مهم، هي نفس اللي راح تنفعص فيها. انا اذا اجيك صوره ضروري يكون انت عندك معلومات نظريه قويه، لانه اي صوره ممكن انا اخشك فيها نظريا. انا انت شخصت لي ذات رئه وقلت لي في نادر حواسلي، قلت لك يلا تمام أعطيني صفات تناظر الحواسني، ولا واحد عدد يعني صراحة مضبوط، رغم أنه إحنا طلع الشارع لسانة وأنا نحكي بالتناظر الخلالي والحواسني والجنبي والقصبي والجداري والمنصفي. يلا على الخير خير، على الخير إن شاء الله خير. إن شاء الله، إن شاء الله دكتورنا، الله يعطيك العافية. والله بالعكس نحن نتمنى، بالعكس نحن نتمنى نستفيد منكم والله. إحنا نتعلم منكم، نتعلم نسوي يعني إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، الله يعطيك العافية دكتورنا. ألو، أنا لسه صورتين. إيه توكل على الله حكيم، تفضل. شايفين أن في التناظر خلالي صورة 21. تناظر خلالي، كثافات خلالية متساوية في القسم السفلي من الساحتين، كثافات خلالية لاحظين متناظرة خشنة
جاتني من منظر شو اسمه قرص النحل او عش النحل مثل شهد العسل. هاي فايبروزس تليف رئوي، تليف رئوي. شايفين في عندنا كثافة، آخر شيء آخر صورة، كثافة مثلثية في منتصف الساحة الرئوية. شايفين الصورة مثلثية في منتصف الساحة الرئوية، ولكن ليست على حساب الفص المتوسط. حساب الفص المتوسط يكون مجاور للقلب. هاي كثافة يوم ذات رئة وانخماص رئوي. صراحة كثافة انخماص رئوي ليش؟ لأن الحواف مقهرة. حواف ذات الرئة إذا جاورت شقرة كيف تكون؟ تعمل بلجينج، انتباج. لاحظين هنا الحواف السفلية شبه مقعرة. فهي كثافة كولابس انخماص. أنت حط لي مع الكثافة انخماصية أو كثافة ذات رئة تفكيرك مزبوط. الله يعطيكم العافية، انتهت الجلسة. شكرا لكم شباب. الله يعافيك دكتورنا، مشكور.